اقتصادات الدول أصناف، وهناك منظمات تتولى تصنيفهم بمصطلحات كالنامية والناشئة والمتقدمة، ونحن سننظر هنا إلى الفئة الأعلى المتقدمة. ما هي ميزات اقتصادات هذه الدول؟ وما الذي يجعلها متقدمة؟ وكيف يمكن للدول النامية أو الناشئة الارتقاء إلى المتقدمة؟ إلى التفاصيل. لا يوجد تعريف موحد للاقتصاد المتقدم الادفانسد او الديفلوبد كما يطلق عليه، ولدى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبرنامج الامم المتحده الانمائي تعريفات مختلفه تتقاطع عند بعض النقاط. وفقا لهذه المنظمات، الدول باقتصاد متقدم تعتبر ولا تقتصر على الدول ذات الدخل المرتفع مع اقتصاد متطور ومستقر بقطاعات متنوعة بتقدم تقني وتكنولوجي مع بنية تحتية متطورة وخدمات صحية وتعليمية جيدة، ذلك عكس الدول النامية، وهي التسمية التي يطلقها البنك الدولي على الدول ذات دخل منخفض أو متوسط باقتصادات أقل تنوعا وتطورا. بشكل عام، الدول المتقدمة تكون قد ارتقت عن الاعتماد على الصناعة التقليدية كمحرك اقتصادي رئيسي، وتتمتع بتنوع اقتصادي من الصناعة وبشكل أكثر الخدمات، وتعتبر اقتصادات خدمية. بعض الأبحاث تضيف أن هذه الاقتصادات تشجع على التنافس، ولها بنية تحتية تجارية متطورة وإطار قانوني وتنظيمي شفاف. صندوق النقد الدولي يعتبر 39 دولة دولاً متقدمة، بعضها تتمتع بهذه الصفة بسبب انتمائها إلى كتلة أو كمقاطعة مستقلة تابعة لاقتصاد أكبر، مثل ما هو الحال في بورتوريكو لأمريكا أو ماكاو للصين. الناتج المحلي الإجمالي للدول المتقدمة وفق الصندوق يتجاوز 56 تريليون دولار، ما يعني أنها تمثل نحو 58% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم، والنصف ذلك من حصة الولايات المتحدة. صندوق النقد الدولي يشير إلى أنه من بين الاقتصادات المتقدمة يجب اعتبار دول مجموعة السبع G7 كاقتصادات متقدمة رئيسية، تمثل 14% من النمو الاقتصادي العالمي منذ 2012. هناك اعتقاد خاطئ وسائد بأن الناتج المحلي الإجمالي مؤشر للتقدم. الصين والهند من أكبر اقتصادات العالم، لكن البنك الدولي يعتبرهما دولتين ناشئتين قريبتين من المتقدمة، لأنه بالرغم من قدرتهما الصناعية وثقلهما الاقتصادي، إلا أن ناتجهما المحلي الإجمالي للفرد منخفض أو متوسط، والنسبة الفقر فيهما أعلى من المعدل العالمي. ثم هناك دول في الشرق الأوسط مثلاً توصف بعالية الدخل ببنية تحتية متقدمة للغاية، لكنها تعتبر نامية لأنها تعتمد على قطاعات محدودة وسلع في سوقها تعتمد على الدعم الحكومي. ولذلك تعريف دولة متقدمة اقتصادياً تعريف ديناميكي، لكن ما نراه في جميع الاقتصادات المتقدمة هو أنها اقتصادات خدمية، أي أن أكبر قطاعاتها تشمل كل شيء لا يتعلق بالصناعة المباشرة لمنتج ملموس، مثل الخدمات المالية والتزئة والبرمجة مثلا. في الاقتصادات المتقدمة، الخدمات تمثل معدل 75% من الناتج المحلي الإجمالي. في الاقتصاد الأمريكي وحده، 80% من موظفي القطاع الخاص يعملون في الاقتصاد الخدمي حسب بروكينغز. الدول النامية والأقل نمواً عادة تتجه للتصنيع لخلق وظائف وتقليل معدلات الفقر، لكن الخطوة التالية هي التحول للخدمات. البنك الدولي ينصح بعدة خطوات لتحقيق هذا التحول. أولاً، تعزيز التجارة الرقمية، تحويل أكبر قدر ممكن من نشاط السوق إلى الفضاء الرقمي، وبذلك يصبح السوق متاحاً للعالم. ثم تبني سياسات تقنية وسياسات إبداعية والتركيز على الجانب الخدمي منها، فالتكنولوجيا الرقمية تستطيع توسيع القدرات الخدمية وإيصالها إلى أي مكان في العالم. على الدول أيضاً تعزيز مهارات العمالة وتوجيهها إلى الخدمات للحصول على وظائف أكثر إنتاجية بأجور أفضل.
ثم تعزيز سلاسل القيم. سلاسل القيم هي النشاطات في سلسلة التوريد التي تضيف القيمة للمنتج، مثل الخدمات اللوجستية والائتمانية والضمانات وخدمة العملاء والمبيعات والتسويق. وأخيراً، على الوكالات الحكومية والمنظمات الأممية وحتى القطاع الخاص التركيز على جمع البيانات المتعلقة بالخدمات ودراستها لتحسين القدرة الاقتصادية الخدمية. ما تحدثت عنه كان نبذة بسيطة عن موضوع معقد، فالتحول إلى النمو أو النشأة أو التقدم شأن يتطلب وقتا ودراسة وسياسة معقولة حكيمة وتراكم النجاح رغم النكسات. الدول المتقدمة هي صاحبة الاقتصادات الناضجة، تلك التي لا ترى نسب نمو كبيرة، لكن حتى قيمة نموها الطفيف تعادل اقتصادات دول أخرى بأكملها. إلى اللقاء.